أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أقوال الصحف، ونستعرض فيها أبرز ما جاء في الصحف العربية والعالمية من قضايا وموضوعات. البداية بملف اليوم من الصفحة الأولى لصحيفة الجارديان البريطانية تحت عنوان تفاقم الأزمة الإنسانية. ترصد الصحيفة: تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ما يزيد من حدة النزوح ويعيق جهود وقف إطلاق النار. أكثر من 50 شخصا استشهدوا في يوم واحد، بينهم 17 في مخيم النصيرات. من جهتها اتهمت حماس إسرائيل بمحاولة إفشال المحادثات، بينما تستمر الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة وسط تحذيرات من تصعيد الوضع. نتحول إلى صحيفة لوموند الفرنسية، والتي كتبت: للمرة الأولى اتهم خبراء من الأمم المتحدة إسرائيل بتجويع الفلسطينيين عمدا، وأكدوا أن الحملة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي شكل من أشكال عنف الإبادة الجماعية وأدت إلى المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة. وقال 10 خبراء مستقلين من الأمم المتحدة إن 34 فلسطينيا توفوا بسبب سوء التغذية منذ 7 أكتوبر، غالبيتهم من الأطفال، إلا أن الأمم المتحدة لم تعلن رسميا عن المجاعة في قطاع غزة. ننتقل إلى صحيفة واشنطن بوست، والتي كتبت: أنهك الهجوم الإسرائيلي المتجدد منظومة الرعاية الصحية في مدينة غزة وأدى إلى انهيارها، حيث تواجه المستشفيات نقصا حادا في الإمدادات والموظفين، مما يعيق معالجة الأعداد المتزايدة من الجرحى. هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة جعلت المستشفيات غير قادرة على تلبية احتياجات المرضى، ما زاد من المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المنكوب. وللتعليق على ملف اليوم معنا من العاصمة الأردنية عمان السيد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا. سيد عدنان، بعد التحية، كيف تؤثر الغارات الجوية الإسرائيلية على الحياة اليومية للمدنيين في قطاع غزة، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يعزز جهود وقف إطلاق النار؟ سيد عدنان، أهلا بك. أهلا بك. نعم. هل استمعت إلى السؤال؟ نعم، سمعت. طيب، كيف تؤثر الغارات الجوية الإسرائيلية على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الآن؟ يعني لا نستطيع الحديث الآن في قطاع غزة عن حياة عادية منتظمة على الإطلاق. ليس بسبب الغارات الجوية، ولكن بسبب الأجواء المحيطة كلها. يعني غارات جوية من الدبابات، من المدفعية، تحرك من قوات المشاة أيضا في مناطق مختلفة، يضاف إلى ذلك الأوضاع الإنسانية الخطيرة المنشودة من كل دخول المواد الإغاثية والإنسانية والطبية، انعدام وجود المياه الصالحة للشرب. ولكن بالمجمل بصراحة خلال الأيام الماضية كان هناك تخفيف غير مسبوق في الغارات والهجمات الجوية، جدات وطائرات الكوادكوبتر هذه الصغيرة، هذه تصطاد الناس في الشوارع. يعني أصبح الوضع وكأننا نعيش الأيام الأولى بعد 7 أكتوبر. الوضع مخيف، عشرات القتلى والجرحى، هناك أيضا ضربات تعرضت لها مدخل المدارس الأونروا، 4 مدارس خلال الأيام الماضية تعرضت إلى ضربات مختلفة، قتل العشرات، وهذه يفترض أنها أماكن آمنة ترفع أعلام الأمم المتحدة، ولكن في النهاية لا مكان آمن في قطاع غزة. الحياة مشوشة، الحياة معدومة في مناطق عديدة منها. الهم الوحيد لمعظم السكان صباحا يستمر ساعات طويلة كل الأسرة من أجل الحصول على لتر من الماء الصالح للشرب، لدرجة الأمور وصلت إلى أن الناس تستخدم البحر، مياه البحر المالحة، ليس فقط للغسيل وتنظيف مثلا الصحن، ولكن حتى للشرب. وصلت أن بعض الفلسطينيين يشربون هذه المياه، لذلك الأوضاع تتجه نحو انهيارات غير مسبوقة على كافة المستويات.
نعم. طيب في نظرك ما هي الخطوة التالية بعد توجيه الاتهام من قبل خبراء من الأمم المتحدة لإسرائيل بأنها سببت المجاعة، وأيضا كيف كان رد الحكومة الإسرائيلية على هذه الاتهامات؟ أنا أعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك باتجاه فعلا كما نرى المحادثات التي تحدث الآن، يجب أن يتم وقف هذه حرب مجنونة، هذه حرب أصبحت من طرف واحد وليس من طرفين. ما يحدث كل يوم، يعني أي تأخير في عملية وقف إطلاق النار تعني عشرات القتلى والجرحى، تعني نفس عشرات البيوت، تدمير آخر يعيق حتى أن نرى الأفق لقطاع غزة. هناك إجماع دولي الآن، رأينا مجموعة الشباب الكبار كيف طالبت وقف إطلاق النار ومرات إنسانية والسماح للأونروا بالعمل بحرية. حتى الإدارة الأمريكية تتحدث بضرورة إدخال المساعدات وقف إطلاق النار، ولأنه لم يعد بصراحة مبرر يعني لاستمرار الحرب الآن، لأنه من يدفع الثمن هم المدنيون الفلسطينيون. الآن هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا حول لهم حتى في السياسة العامة المتواجدة، يعني معظمهم أبرياء فقط تواجدوا في هذا المكان، تواجدوا في هذا المكان ويقتلون ويجرحون بدمر بيوتهم وإمكانياتهم. أعتقد أن هناك أن وصلنا جميعا حتى المنظمات العاملة في الموضوع الإرهابي والإنساني والدول الإقليمية إلى نقطة حاسمة وفارقة في تاريخ المنطقة. يجب وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، إعادة الطلاب 630 ألف طالب في الشوارع الآن، قطاع غزة 52% من سكانه من الأطفال، لذلك نرى هذا الحجم الهائل من القتلى والجرحى في من لا علاقة لهم بأي شيء. نعم. إذا السؤال الأخير، ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه المستشفيات في غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي؟ عمليا لا تستطيع تحدث عن وجود مستشفيات في غزة، يعني غير موجودة الآن. هذه المستشفيات القليلة تحولت إلى أشبه بعيادات، يعني وليست مستشفيات، لا تستطيع القيام بعمليات جراحية. المستشفى الوحيد الذي كان لا زال يعمل في مدينة غزة ويخدم مئات الآلاف، مستشفى المعمداني التابع للكنيسة المعمدانية، أغلق هذا المستشفى. المستشفى الأوروبي أيضا الذي كان هو أهم مستشفى في قطاع غزة تم إخلاءه، ولذلك نتحدث عن عيادات لا أكثر ولا أقل. شكرا لك سيد عدنان أبو حسن المتحدث باسم وكالة الأونروا، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان. ننتقل إلى قراءة في عناوين الصحف العربية، والبداية من صحيفة الدستور الأردنية فتحت عنوان إسرائيل ولبنان. تقول الصحيفة: منذ اندلاع الحرب في غزة تشن تل أبيب ضربات على أهداف تابعة لحزب الله في سوريا، آخرها استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة قرب حاجز الصبورة في الجانب السوري من الحدود مع لبنان، ولم تكد تمر ساعات قليلة حتى تم تداول خبر تنفيذ غارة ثانية على سيارة في يحفوفة. تلك التطورات تأتي بعد قصف إسرائيلي طال محيط مدينة بانياس في غرب سوريا. نتحول إلى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية والتي كتبت حول أوضاع المهاجرين غير الشرعيين مقابر المهاجرين. طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تارك السلطات الليبية بالتحقيق في مقبرة جماعية تضم 65 مهاجرا عثر عليها نهاية مارس الماضي بالصحراء شمال غربي البلاد. وتعيد المطالبة الأممية التذكير بمصائر محتملة لمئات المهاجرين غير النظاميين الذين يتسربون إلى ليبيا لتحقيق حلمهم بالهروب إلى أوروبا، لكن عادة ما تنتهي رحلتهم بالموت عطشا في الصحراء ومن ثم الدفن بمقابر جماعية.
نتحول إلى صحيفة الخليج الإماراتية التي كتبت: رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحث مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانيال شابيرو التوترات التي تشهدها المنطقة وملف إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق. الجانبان ناقشا خلال اللقاء في بغداد إجراءات المضي في إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. ونختتم جولتنا باستعراض أبرز ما جاء في الصحف العالمية، والبداية مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحت عنوان: لا مكاسب جديدة. مسؤولون أمريكيون يقولون إن روسيا من غير المرجح أن تستولي على مزيد من الأراضي الأوكرانية. القوات الروسية مستمرة في إحداث الألم، لكن قادة حلف الأطلسي المجتمعين في واشنطن يمكنهم القول إن جهودهم لتعزيز أوكرانيا تؤتي ثمارها، حيث تباطأت وتيرة التقدم الروسي التدريجي بسبب تصلب خطوط الأوكرانيين في الأشهر الأخيرة. نتحول إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. رحلة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا التي تزامنت مع اجتماعات ملف حلف شمال الأطلسي في واشنطن قوبلت بالفزع في واشنطن وكييف. الصور القادمة من موسكو لرئيس وزراء الهند وهو يعانق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترسل إشارة واضحة إلى أن العملاق في جنوب آسيا سيحافظ على علاقات عميقة مع روسيا على الرغم من جهود إدارة بايدن لجذب رئيس وزرائها، كما تظهر أن بوتين ليس معزولا كما كان يأمل البيت الأبيض. نطالع من صحيفة لوموند الفرنسية: ائتلاف مستحيل. إيمانويل ماكرون يبحث عن ائتلاف مستحيل، وغياب الأغلبية جعل المعادلة أكثر تعقيدا مما كانت عليه قبل حل الجمعية الوطنية. فالمعسكر الرئاسي منقسم بين مؤيدين للاتفاق مع اليسار الحاصل على المركز الأول أو اليمين الحاصل على المركز الثالث. ماكرون لم يكن يعرب عن أدنى ندم على الإطلاق على اختياره حل البرلمان، رغم أنه أضره كثيرا، ورغم ذلك فالمشهد السياسي ضبابي. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة مع أقوال الصحف العربية والعالمية، قدمناها لكم من النيل للأخبار. إلى اللقاء.